النهارده هنتعلم ضربات الرجلين سباحة الباك. خش الانترو. دلوقتي هنشرح شكل المهارة ضربات الرجلين باك تكون عاملة ازاي. من فوق هننام على الستارت كده، ايدينا فوق الستريم لاين جامد، فارد جسمي ومشط رجلي مفروض جامد، ضربات رجلي تكون جنب بعض مش بره بعيد عن بعض اهو. في الباك واحنا بنضرب ضربات الرجلين كأننا بنشوط كورة لفوق، مشط رجلنا مشدود جامد. شكل الحركة في الكرول اللي بنضرب حركة متبادلية كده، عايزين في الباك رجلنا في سنة تانية صغيرة علشان نعرف نرفعها فوق المية، عايزين واحنا بنعمل ضربات الرجلين كأنك بتشوط كورة لفوق. لفوق عايزين رجلين تبقى بره المية. هننزل نطبق تحت دلوقتي، هنعمل نفس كامل من غير ادوات وبعد كده هندخل الادوات. هنا فوق جامد، هننام على المية، ناخد نفس كبير، هنعمل دفعة من الستارت وبعد كده هنشغل ضربات رجلين. خلصنا النموذج من غير ادوات، هندخل الادوات دلوقتي. هنجيب البورد هنحطه على وسطنا ونحاول نرفع وسطنا، اول ما ننام على طبقنا نرفع وسطنا على البورد، مش هنمسك البورد وندوس عليه لتحت، لا انا بحاول ان انا ماسك البورد برفع وسط عليه لفوق عشان افرد جسمي. هنطلع الحركة كاملة ستريم لاين فوق، ناخد نفس كبير، ايدينا دي ما تطلعش بره المية فوق، عشان ايدينا تمشي على المية اهم حاجة، ايدينا ما تطلعش لفوق، ارفع وسطك لفوق، شغل ضربات رجلين. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.